أمنية بتآمن إنه مجتمعنا الأردني هو عيلة واحدة، فقدمت أمنية لأبو ليث مستلزمات متنوعة على دكانته. وأبو ليث مواطن طموح وعنده فكرة بتستاهل الدعم. تحسنت ظروف أبو ليث اللي كل همه أن يوفر أحسن حياة بقدر عليها لعيلته، وفعلاً بيستاهل هالزلم الأصيل كل التقدير على صبره على مصاعب الحياة وعلى إيمانه الكبير بأنه ربنا بيوم من الأيام رح يوفقه ويفتح له أبواب النجاح. ارسم بسمة تعالى وتسمى، ساعد ابني الحلم الأسمى، ايد بايد الدنيا تحلى للخير انت مين. واليوم حقق أبو ليث طموحه مع أمنية، وصار عنده الدكان اللي بيحلم فيها واللي وفرت له مصدر دخل مستدام وخدم فيها أهل المنطقة. نتمنى لك رمضان كريم مليان بالخير والسعادة يا أبو ليث، والله يخليك فخر لولادك. بحكي بتعلق انت مين.